بقاء التأثير المرتفع للموجة الحارة المؤثرة على المملكة وطقس حار إلى شديد الحرارة في معظم المناطق وليالي أكثر حرارة من المعتاد والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. ما زالت المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة القادمة من شبه الجزيرة العربية، لتكون الأجواء شديدة الحرارة وجافة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة تكون أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام فيما يقارب من 7 إلى 10 درجات مئوية. في ساعات النهار القادمة كما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة قد تلامس 40 درجة مئوية، تحديدا في بعض مناطق العاصمة عمان وأيضا في بعض المدن الرئيسية من المملكة خلال ساعات الظهر والعصر. أما في منطقة العقبة والبحر الميت والأغوار فقد تصل إلى منتصف الأربعينات لتكون الأجواء شديدة الحرارة، ونود التنبيه من التعرض المباشر إلى أشعة الشمس. في مدينة العقبة تكون الأجواء رطبة مما يزيد الشعور بالضيق، لذلك نود التنبيه وتنبيه تحديدا مرضى الجهاز التنفسي من هذه المشكلة. الرياح تكون شمالية قد تنشط في بعض الأحيان أو تنشط في ساعات المساء مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتكون الرياح بشكل عام في المناطق الجنوبية هي جنوبية شرقية قد تنشط في بعض الساعات لتثير الأتربة والغبار. أما في ساعات الليل فتكون الأجواء أدفأ من المعتاد كما نشاهد هنا في العاصمة عمان، تكون درجات الحرارة 24 درجة مئوية، أجواء صافية وسرعة الرياح تصل إلى 12 كيلومتر في الساعة. في 3 أيام القادمة نهارا يوم الأربعاء والخميس 36 إلى 37، يوم الجمعة تنخفض انخفاض بسيط درجات الحرارة لتصل إلى 34 درجة مئوية. أما في ساعات الليل تكون درجة الحرارة 23 درجة مئوية في العاصمة عمان. بعض التوصيات الهامة الخاصة للتعامل مع هذه الموجة الحارة، أولها عدم التعرض لأشعة الشمس طيلة ساعات النهار والإكثار من شرب السوائل والمرطبات خلال ساعات النهار، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات ولو لفترات قصيرة، وأيضا عدم ترك المواد القابلة للاشتعال. لنشاهد معا درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في مناطق المملكة، نبدأها شمالا من إربد 36 نهارا إلى 23 ليلا، مفرق 40 إلى 23، جرش 39 إلى 24، في عجلون 36 نهارا و 22 درجة مئوية في ساعات الليل، عمان 36 إلى 23، الزرقاء 40 إلى 24، بلقاء 35 إلى 23، مادبة 35 إلى 23، وأخيرا البحر الميت 43 نهارا و 31 درجة مئوية في ساعات الليل، كرك 37 إلى 22، الطفيلة 33 إلى 24، في معان 37 إلى 23، في جبال الشرات 32 إلى 22، وفي العقبة 44 نهارا و 28 درجة في ساعات الليل. في المناطق الشرقية رويشد 42 إلى 26، صفاوي 42 إلى 27، وأخيرا في الأزرق 43 إلى 26 درجة في ساعات الليل. نتمنى السلامة للجميع، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.